احنا انا طبعا اقول واناشد رئيس مجلس الوزراء بان الشعب الكويتي امانه برقبه رئيس مجلس الوزراء والحكومه الكويتيه. وهناك في بعض الدول لو حدثت مثل هذه المشاكل لقدموا الوزراء استقالتهم او الوزير المعني استقالته، ولكن احنا الان نشوف ان تم انفجار في محطه مشرف وطلعوا اهل مشرف من بيوتهم ولم تقدم استقاله اي مسؤول في الدوله. يرقى بعد ويرقى. وهناك اغذيه فاسده في الاطنان قاعده تدخل يوميا بشكل يومي للكويت، والى الان لم تقدم اي استقاله لاي مسؤول في الدوله، ولكن احنا نقول الله يعين الشعب الكويتي ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور اخوي ماجد. اخوي راشد نكمل على عزام راي اخبار راي اخبار بسرعه بسرعه. ما طبعا اقول شو توعد مشاهدينا؟ شو توعدهم كمشاهدين؟ احنا قايمين للبلديه باكمل الوجه والله الحمد. في اخطاء طبعا القانون ما يردع، نبي احنا قانون ان شاء الله يفعل من قبل الحكومة بأنه يكون رادع لهذه على أساس أنه يردعنا احنا، أن احنا نقوم في واجبنا بأكمل وجه. بس ترى احنا والله الحمد بالكويت ترى يعني كوضعنا حتى في العالم الثاني يعني أفضل. أطمن إخوان المستهلكين أن احنا كوزارة التجارة حريصين دائما على أن نطبق القوانين وحريصين على المواد الغذائية المعروضة، أن أي مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتخذ إجراءاتنا. وأنا ودي هم أيد كلام الإخوان كلهم أن نغلظ العقوبات، نزيد بالعقوبات. بس أذكر أنتم عندكم خط 135 لأي شكوى، والإخوان في البلدية نعم. عندكم أرقام ما أدري إذا بعد مخرجة موجودة يحطها بعد، بس نعم. كل ما خير راشد ومراكزنا على فترتين وإحنا موجودين وإحنا بالخدمة حاضرين. أي واحد أي مستهلك يتقدم عندنا إحنا حاضرين. مشكور. مشاهدينا الكرام أذكركم في إعادة الحلقة اللي حاب يتابعها ويشوفها مرة أخرى باكر إن شاء الله الساعة 12:15 الظهر، والإعادة مرة أخرى ثانية الساعة 11 صباحا يوم الأربعاء. حلقتنا الأسبوع القادم يوم السبت القادم كنا من حيين حنا وياكم إن شاء الله عن قضية الأسعار. اللي حاب يتواصل معنا عن البرنامج أو يعطينا فكرة أو اقتراح أو أي رأي عندكم موقع تويتر للبرنامج دار التشيل أو موقعي الشخصي باسم إبداع السلي. كذلك أشكر مصورينا اللي خلف الشاشات على نجاح البرنامج، واشكر اللي شارك في الاعداد معاي اخوي جمال العويد وزميلي وشقيقي، واشكر ناخذتنا والمبدع المخرجنا الفذ فواز الدوخي. وهذا انا اخوكم إبداع السهلي، قدمت بما يملي ضميري واترككم في حفظ الله ورعايته.